السلامة الأخت غادة الملكة مستشفى ديال مولاي رشيد. بسبب هذا الفرق خويا راه وصلت الممرض وصلت ليها العظم. حرب لو ناضلنا في الحرب الأولى اللي دازت تاع كورونا فيروس كنا في المستوى والبيرسونيل تاب بدون تحفيزات ولا تعويضات ولا كل شيء، قلنا ما كاين حتى شي إشكال. دابا صبحنا واحد القرار أنكم البيرسونيل يدخل بدون سابق إنذار خصو يرجع يدخل يروغانيا لي بوست ديالو. راه التدمر ديجا باقي، حنا فاتيقي من البيرسونيل بارات كله فاتيق باقي عيان من الكورونا من الحجر الصحي الاول. بدل ما يكون عندنا شي متنافس تحفيزات على الاقل ماديه معنويه، راه سي اونغيشيسون لي سونتيمون ديال الممرض، ماشي شي حاجه اللي هي ما كنطلبوش مستحيل، كنطلبوا تحفيزات بحال ملي كتفرح وليدك بشي انجوي. حنا الممرض ما كنطلبش شي حاجه كثيره ولا هي شي حاجه كبيره، بغينا تحفيزات تعويضات على قد المستوى، ما كنطلبوش مستحيل. والصدمه الكبيره هي ان دخلونا من الكونجي ديال دخلوا البيرسون من الكونجي ديال 2019، باقي تاع 2019 ما ديال 2020 راه حنا ما طمعناش فيه كاع، باقي كاع مخطين لي ما طامعين به. وهذا الشيء دمر بيرسونيل نفسانيا صراحه، وشكرا خو. ما كنطلبوش اخويا المستحيل، والله العلي العظيم الشغيله الصحيه ما كتطلبش المستحيل. حنا راه جنود مجنده، اوني ان سولدا دون ان شون دو باتاي، اون دوموند با لو بوسيبل، بغينا غير الموندر دي شوز ديال الحقوق وشويه ديال التحفيزات، ني بليس ني مو. على تقليد البيرسون كل سولو اوني توج موتيفي بور ناخذ غير شي شويه تاع التحفيز. ميرسي.